هون نجد الناتج في كل من ما يأتي. طبعاً عندنا 6 ناقص 7 عددين موجبين بدي أطرحهم من بعض، يا يعني إما بحكي زي قبل 6 وبحول لهاي لجمع زائد وبعكس إشارة 7 زائد سالب 7، أو بحكي 7 ناقص 6 1. وبما إنه 6 أصغر من 7، يعني أنت لو معك 6 دنانير أنا بدي أخذ منك 7 بسبط، لا رح تكون إشارة سالبة. إذا بيكون العدد الأول أصغر من العدد الثاني تكون إشارة سالبة. هلأ هون 5 ناقص 4 عددين موجبين بدي أطرحهم من بعض، 5 ناقص 4 1 إشارة موجبة لأنه العدد الأول أكبر. هون سالب 83 ناقص 99 مين أكبر؟ 99 أكبر من 83، فأنا رح أطرح 99 ناقص 83 ورح أحط الإشارة سالبة لأن العدد الأول أصغر من العدد الثاني. تمام، هون سالب 83 ناقص 99 هون بحول الجمع طرح الجمع وبعكس إشارة العدد الثاني. تمام، هون بس يكون في عندي ناقص السالب، هون بتصير جمع سالب 341 زائد 341 جمع عددين نفس العدد بإشارات مختلفة 0. تمام، هون نفس الحكي 0. هون سالب 341 ناقص 341 بجمعهم بالإشارة سالبة. تمام، هون جمع نفس العدد بإشارات مختلفة 0. تمام، هون طبعا الأولوية للأقواس، بنحل الأقواس بعدين بنطرح منه هون. تمام، هلا السؤال الثاني بحكي لي صعدت سارة في مصعد العمارة من الطابق الأرضي إلى الطابق الخامس، يعني كانت بالطابق الأرضي يعني 0 طلعت لوين؟ للطابق الخامس، بما إنها صعدت يعني زائد 5، ثم نزلت إلى الطابق الثاني تحت الأرض. نزلت للطابق الثاني تحت الأرض عبر عن رحلة سارة بعملية رياضية. هي طلعت على الخامس، كيف بدها تنزل للثاني تحت الأرض؟ يعني سالب 2، نزلت 7 أدوار. تمام، هون أنا عدد صحيح موجب طرح مني 20، عدد صحيح موجب طرحنا منه 20 فأعطاني سالب 15. تمام، هون نستخدم الأعداد سالب 312 سالب 314 و315 وعملية الجمع أو الطرح أو كليهما لتحصل على ناتج 317. تمام، بدكم تحاولوا عشان يطلع معكم الناتج 317، بدنا نستخدم هدول الأرقام وعملية الجمع أو الطرح أو عملية الجمع والطرح مع بعض.